وينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف مراسل الجد محي الدين جبريل. يعني محي، لو نبدأ بالحديث عن أبرز ردود الفعل إذن بعد إعلان قوى الحرية والتغيير على أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي يعني باتت في طريق مسدود. سهى، أبرز ردود الفعل هي ما أشاهده الآن. أنا الآن أتحدث إليك من واحد من الطرقات في الخرطوم التي لا تبعد كثيرا عن موقع الاعتصام. أبرز ردات الفعل هي الآن أغلقت يعني شوارع إضافية، المعتصمون سهروا حتى الصباح وأغلقوا مزيدا من الطرق دفاعا عن ميدان الاعتصام في ظل اتهامات منهم للمجلس بمحاولة فض الاعتصام. بطبيعة الحال أنا شاهدت شوارع، واحد من الشوارع الرئيسية تم فتحه مساء، لا أدري الكيفية التي تم فتح بها الطريق باعتبار أنه توجد عليه متاريس ويوجد ويحرسها عشرات المعتصمون. نعم. هذا الشارع وجدته مفتوحا، ولكن في المقابل شاهدت أكثر من 10 شوارع إضافية لم تكن مغلقة في الفترة السابقة، ومن بينها شارع النيل الرئيسي في الخرطوم، وهو من أكبر الشوارع. الآن هذا الشارع مغلق تحت جسر النيل الأزرق. أيضا هنالك نداءات من قبل تحديدا تجمع المهنيين والقوى المناصرة له من التنظيمات الشبابية، هنالك دعوات للتوافد لميدان الاعتصام لحماية الشوارع من أي فض قد ينفذه الجيش في أي وقت. أيضا سهى، شاهدنا يعني مظاهرات انطلقت في عدد من أحياء الخرطوم، من بينها حي الثورة في أم درمان. هذه الظاهرة اختفت منذ سقوط البشير، لم تكن هنالك تظاهرات في الأحياء. للمجلس العسكري، نحن الآن ربما أمام مواجهة بين المجلس والجيش. ما لم تحدث خطوة تهدئة، ونتوقع ذلك من المؤتمر الصحفي الذي نتوقعه خلال الدقائق أو ربع الساعة المقبل، نتوقع خطوة تهدئة من المجلس العسكري. المجلس لا يبدو أنه يريد الدخول في أي مواجهة مع الشارع السوداني الآن، رغم قوى الحرية والتغيير يوم آسف قالت إنها لا تنوي التصعيد مع المجلس. ولكن يا سهم، يجب الإشارة إلى جزء مهم جدا. مكونات قوى الحرية والتغيير، هنالك تجمع المهنيين إلى جانب قوى سياسية تقليدية أخرى. هذه القوى الأخرى بدت أكثر لينا مع المجلس العسكري، ووافقت على فتح خط السكة حديد كما وافقوا على فتح الطرقات الجانبية، وهذا ما أغضب تجمع المهنيين. دعيني أقول لك بياناته كانت غاضبة من هذا الموقف، وهذه الخطوة في حد ذاتها تهدد على الأقل بإحداث يعني الشرخ داخل جسم قوى إعلان الحرية والتغيير. ولكن لا أعتقد أن هنالك الجميع يعني يقبلون هذه الخطوة. عموما نحن أمام مواجهة حقيقية ما لم تحدث خطوة تهدئة من طرف واحد من قبل المجلس العسكري. نعم، من الخرطوم عبر الهاتف مراسل الغد محي الدين جبريل، شكرا جزيلا لك.